بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم حباباتي وصحباتي، كدايرين؟ لاباس عليكم متتبعات ديال الاوفياء، كنشكرهم بزاف بزاف من هذا الفيديو على المساندة ديالهم وتعليقاتهم، كنشكركم بزاف جزيل الشكر. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة يا ربي. ديما كنتمنى لكم الصحة والسلامة حيت هي كل شيء، هي من الاوائل اللي الانسان خصو يطلبها، واللي كانت عنده الصحيحه ديالو راه عنده كل شيء. اللهم لك الحمد على كل حال. اليوم جيت نصايب معكم البلبوله ديال الشعير بالحمراس، كتجي غزاله وزوينه، غتشوفوها من يدي اليوم وغتعطيوني ارائكم ان شاء الله. نتمنى اللي مازال ما اشتركتش تشترك فضلا وليس امرا، حبا منكم. انا ما حطيتش هنايا المقادير، غنمشي معكم بشويه بشويه. غادي نرد الحمراس، هو عندي هنايا جبته من الفريكو، عندي بصيله ها هي، ونقطعها في الكوكوط وغنرد الحمراس البصله والعطريه، وغادي نديرو فوق الكوكوط ونسد عليه. البصله ديال الطعام كتقطعيها كما بغيتي على ربعة او ما تشلضيهاش، كل ما كانت كبيره حيت كطيب. غنشد الكوكوط مع العطريه ديالها، تحميره، الابزار، سكنجبير، الملحة والزيت، وغادي نردو يطيب. من بعد غادي نوجد الخضرة ديالي ديال الطعام، وهانتوما معايا. غندير الحمراس ديالي في الكوكوط، غندير عليه العطرية زويته بعدا. بسم الله، هذه زيت عندي انا ديما كنقول لكم خلطه البلديه مع الروميه، غنزيد شويه. عندكم ميزانكم، كل واحد على القياس اللي العائله ديالو، كل واحد وهذا. ندير العطرية ديالي، عندي هنايا معلقة صغيرة ديال التحميرة، هنايا عندي سكنجبير والإبزار والخرقوم، غندير معلقة ونص، يعني نص معلقة نص معلقة من الحاجة. اللي بغا دير الزعفران غي واحد شوية، أنا مكنكترش منو، غير ملون واحد شويه درت في المغطى. ديما وصفاتي بساط وسهلين مليحه. مازال غندير مليحه في البلبوله. غادي نرد الكوكوط ديالي تقلى، من بعد غادي نمرقها ونسد عليها ونصايب البلبوله ديالي. وهانتوما معايا هنا حبيبات ديالي، غادي نغسل البلبوله ديالي، نخوي عليها الماء، ومن بعد غنسديها. كل ما غسلتوها مزيان، كل ما كت ديك الحبيبات ديالها كيتفرقوا على بعضياتهم وكتجي في الطياب ديالها غزاله. هنا غنسديها، غنرجع نغسلها عاوتاني. انا غير بغيت نشارك معكم الطريقه، كليها جوج بنوبات ثلاثه وستيها. كتجي غزاله في الطياب، جربوها. الاغلبيه كيطيبوا السميده، انا كتعجبني السميده او لا الطعام، لكن البلبولة عندها منافع كثيرة. حبيبات ديالي، انا وجدت الخضيرة ديالي، عندي هنايا خيزو، عندي ثلاثة ديال الحبات متوسطين مكبر مصغر، عندي هنايا المكور كل واحد وعلى حسب القياس اللي عنده. عندي هنايا مطيشة نقطعها هكا طريفات، عندي القرعة الحمراء ما غنديرهاش دابا في هذا،
استنى التفويره الثانيه ان شاء الله ديال البلبوله. وعاد ديك الساعه عندي هنايا شويه ديال الحمص هو اللي بقى ليا. غادي ندير الخضره ديالي وغنمرقها وغادي نديرها طيب على ما نوجد البلبوله. أنا درت العطرية في الكوكوت، غادي ندير غير شوية المليحة، على ما يوجد ليا الراس، غادي نخوي داك المريقة هنايا، ونخلي البلبولة تفور، غنزيد نمرق. البلبولة هي من بعد ما غسلتها خليتها دابا تسقط في القطعة باش تنشفلي، هانتي كتبقى كل حبة بعيدة على خصها، على ما تشرب شوية وغادي نديرها في الكاس ونخليها تفور. هنايا معلقة ديال الصبر والمعدنوس كبيرة، أنا عاد غنديرها دابا في البرمة باش طيب لي مع الخضيرة كتعطي نسمة زوينة للكسكسو. من بعد ما نشفات ليا البلبولة ديالي جبت الكسكاس، أنا دهنتها البنات بشوية ديال الزيت هنايا باش مكتلصقش، باش كتبغي تسديها غير شوية ماشي كتلصق، غير واحد شوية دهنتو. غندير البلبولة ديالي ونردها تفور من بعد ما غلات ليا البرمة والخضيرة اللي فايت. غادي نزيد معاها اللحم ديال الراس ونخليها تصور، كتجي غزالة وبنينة، نتمنى أنكم تجربوها. معمرة ما طيبتها، سهلة وبسيطة، وفوائدها كثيرة كثيرة البنات. أنا غادي نرد الكسكاس ديالي فوق البرمة، نخليها تفور ثلث ساعة ومن بعد عاد غنحيدها. هنا البنات من بعد ما حطيت البلبولة ديالي من الكسكاس، من بعد ما فورت التفويرة الأولى غندهنها بالزيت البلدية، اللي ما عندوش يدير العادية ماشي مشكل، نطلقها هكا نخوي عليها زويته، يعينكم ميزانكم. نصيبو بعد المغرب على ما تبرد لي ونصيبها نغسلها بيدي. ونراها الحرارة كاينة، من بعد ما طاب ليا درت ليا الكوكوت على لحم الراس درتو مع الخضرة على ما تطلق لي هادي، غادي نخوي عليها الماء عاود نخليها تشرب سخونة. غنروي بالماء، كل ما درتي لها الماء ما تخافوش منه لانها كتشرب، هو اللي كيخليها هنايا البنات راني غادي كثرت الماء وغنخليها تشرب على خاطرها، وغندير القرعة ديالي طيب تنبغي نردها في الكسكاس نخليها تشرب، ونرد القرعة ديالي ونخليها طيب باش غنعاود لها التفويرة الثانية غندير لها مليحة.
هانتوما حبيباتي، ها هو شرب ليا حبيب ولا شربت داك الماء واخا كثرت ليها كتشرب وكتصايب كتفرق حبه على اختها. غنردو دابا في السكاز ديالي نديرو عاودي فوار خدمه اليد ما كاينش بحالها. كتعرفي اش كديري برادر كتجي معزولة حبه على اختها كيجيش مصايب معجن. انا حباباتي هنايا عندي التفويره التاليه حيدتو غندير مليحه وغنزيدو شويه د الماء وغنخليه يبرد ومن بعد غنديرو الفوار. المريقه راه وجدات يزيد هاد التصويره وتشوفوا الطبق النهائي. سمحوا لي مش تشسرش، نتمنى هاد الغديوه تروحكم وتجيكم على القناة وعلى الخاطر وتجربوها وتردوا عليا في التعليقات. درت المليحة ديالي غنديرلو شوية د الماء قل من الأول غنخليه يشرب بحال الأول عاود يشرب مزيان وغنردو يفور. وهالبلبولة ديال الشعير واجدة إن شاء الله بإذن الله. يا المتتبعات العزاز عليا قولوا لي كيف جاكم كسكسو بالبلبوله ولحم الراس، وزوين ولا ما زوينش؟ جغزلت تبارك الله صراحه. ونتمنى ان الفيديو ديال اليوم يروقكم. ما تنسونيش من الاشتراك في القناه والضغط على زر الاشتراك باش يوصلكم كل جديد كنحطو في القناه ديالي اللي هي كوكبي الجميل. ولي لايك ديالكم وتعليقاتكم كنشكركم بزاف بزاف. وستناوني فيديو اخر ان شاء الله وبصحتكم. الغداء صراحه جغزال.